السلام عليكم الدراري والدريات، معكم هباج اينا ناظر. فيديو واليوم واخا الفيديو ديال الميسكات هو معطل فيه بثلاث ايام. انا من داك النوع اللي تيبقى مريح دماغه مسدود حتى كيبقى الامتحان نهار عاد اش كيتحلي دماغه وتولي كابطي المعلومات بواحد الطريقه هائله، وكتبدا تقول ناري كون راجعت غير بحال ما هكا قبل بسيمانه كنت غادي نفرقع هذا الامتحان. وهذا الشيء هذا كيوقع لي حتى في يوتيوب، حتى كيفوت الاوان عاد اش كيتحلي الدماغ ديالي وكنقدر ندير فيديوهات، وتيقول لي راسي ناري كون درت بحال الفيديو هذا قبل بسيمانه وزدت فيه في المونتاج كان غادي يكون الفيديو ناضي. ولكن غادي نضابط ان شاء الله وغادي نحيد مني هاد القاعدات. المهم يا نتوما قولوا لي عقلتوا مني كنت قلت لكم هاد الهضره هادي؟ يلا ضرب الدور فلاشي لقيت 3000 ابوني، شكرا بزاف. هادشي باقي الله البديه، مازال ما درتش والو وجاي الخير ان شاء الله من قدام. وعقلوا على الهضره هادي مزيان. كنت عارف بلي هذيك غير البديه، كيف ما عارف دابا بلي راني مازال غير في البديه. وغيجي نهار اللي غادي نضرب فيه المليون وغادي نوريكم هاد اللقطه هادي اللي كنقول دابا على اساس انه كنت يلاه بادي، وغادي نقول لكم في ذاك الوقت بلي راني مازال يلاه بادي. جريتوا معايا هاد اللقطه هادي وغنقول لكم بلي كنت مازال يلاه بادي شي خدام وشي حاضي الكريتيك والراس خاوي ولسان ماضي بشي كلاشي فشي وانا في جنبهم بجهد غادي. كتبوا لي ريكس لتحت وقولوا لي في كامل ناري النيفو هربي. المهم حنا مازال غير في الاول، بغيت ضروري نقول لكم واحد اللقطه اللي خاصكم تسمعوها عمرني قلتها لكم، وهي واحد اللقطه مهمه بزاف وغادي نخشيها دابا باش يسمعها كل شيء. كلكم عارفين باللي انا الشين ديالي وصلت 40000 ابوني بلا حتى شي كاميرا بلا تليفون، كنت كنقاد الفيديو مزيان وكيجي الوقت ديال التصوير كنصيفط ميساج لصاحبي بغيت تليفون جوج سوايع، كان كيقول لي دوز كنجي كنصور جوج سوايع كرد لي تليفون كمونطي وكنلوح عليكم. طلعت 40000 ابوني بدون اي كاميرا. الفيديوهات ديالي عمرني خسرت شي ريال في شي فيديو الا فيديو واحد واللي هو الميتينغ ديال مراكش، لحقاش مشيت سافرت اصلا هذيك التسافيره وما كنتماش خسرت فلوس فيديو، يعني كاع لي فيديو تال دابا طالع ليا بزيرو درهم الا ذاك الفيديو اللي سافرت فيه ورجعت. واخيرا اهم حاجه هو انه عمرني ابلوديت شي فيديو بالويفي ديالنا، ديما كنابلودي غير بالويفي ديال الجيران. تحيه للجيران ديالنا وعائله ديال غبري كامله، تحيه لكم من هذا المنبر. هذا هادشي هادي راه طالعه غير بالويفي ديالكم. كتسمعوا بوله اقتصاديه، كتسمعوا مراه اقتصاديه، كتسمعوا دار اقتصاديه، ولكن شان اقتصاديه عمركم سمعتوها؟ راه تنقول لكم لي زين زين كاع ما يحتاج يخرج يدور باش يبان زين. المهم منين غادي نبدا؟ الا جينا نشوفوا حياتي حتى دابا غادي نلقاو بلي 2017 كانت هي احسن عام عندي فيها. علاش 2017 بالضبط؟ لحقاش هي العام اللي لقيت فيه الحاجه اللي انا باغيها، ونقدر نفيق على ودها في الصباح بكري ومنحش براسي عكزان، ونقدر نبقى سهران معاه في الليل ونسمع في الناسي باراده شخصيه. وكنامن باللي هالطريق هادي هي الطريق اللي نقدر انا نتميز فيها. هاد العام هادي اللي خديت فيه الدبلوم باقي نعقل على راسي مني مشيت ندوز ستاج، قلت في راسي باللي امبوسيبل نعيش هاد السيله دو في ديال الخدمه واخا يكون فيه سالير ناضي ديال بصح، وضروري خاصني شي حاجه اللي نكون انا باغيها، وغادي نعطي فيها ان شاء الله اكثر من داكشي اللي غادي نقدر نجيبو من اي بلاصه اخرى. الفيديو دا من ندير فيه صراحه جوج سيمانات هادي باش بديتو، انا نقول لكم جوج سيمانات باش بديتو وتبلوكا لي دماغي ما بقيت قادر ندير فيه والو. داكشي علاش حطيت الكاميرا دابا وقلت غادي نقول لكم كيفاش بديت، لحقاش الدماغ ديالي تسد ما بقيت عارف من ندير. غادي نقول لكم خلاصه ديالي كيف ما قلت في ليفنت اللي يلاه دوزتو في جديده واللي هو هذا، كتعاود فيه على كيفاش بديت، ولكن كان قدامي غير 600 واحد وانتم هنا تبارك الله راه وليتو 100000 واحد، خاصني نقولها لكم انتوما باش تقدروا تستافدوا مزيان من هذه القضيه هذه. للناس اللي باغيين يبداو يوتيوب ربما نفيدكم بهاد النقطات هادو اللي غادي نقولهم لكم دابا. واني واي كل ما تزادوا اليوتيوبرز في الدومين هذا ولا في اي دومين اخر هادشي هذا مزيان لينا، لحقاش غادي يخلق واحد المنافسه ما بين اليوتيوبرز، والمستفيد الوحيد في الاخر هما انتم المشاهدين اللي غادي تستافدوا، المعلومات غادي يوليو متاحين في الويب المغربي. سو غادي نقسم لكم هادشي اللي غادي نقولوا على جوج ديال الفقرات، الفقره الاولى قبل ما نبدا يوتيوب، فقرة ثانية من بعد ما بديت يوتيوب. انا قبل ما نبدا يوتيوب كانوا فيا شي حوايج زوينين اللي فعوني في يوتيوب بزاف من بعد ما بديتها، وهادشي هذا ما عقتش به في ذاك الوقت وانما عقت به في اللعب. قبل ما نبدا يوتيوب كان ديجا عندي واحد الشخصيه في الداخل ديالي واللي كتبقى تكريتيكيني، كنضرب 5 ايام في المونتاج محن وسهران وفايق بكري، وفي الاخر كيبان لي بلي داك المونتاج عيان، وديما تنقول هادشي هذا راه عير تخربيق اللي كندير. كنشوف راسي قدام المرايه وتنقول هاد الفورمه هادي عيانه، مازال خاصك بزاف ديال الخدمه باش تقدر توصل لواحد النيفو اللي شويه زوين. كنشوف لي فيديو ديالي اللي كنحاول نضرب فيهم اكبر مجهود وتيبان لي بلي راني
راني ما كنعرفش نشرح مزيان وديما تنقول في الداخل ديالي بلي راني ما تنعطيش داكشي مزيان كيف ما خاصو يتعطى. واي حاجه درتها تنبقى نكريتيكي راسي عليها. انا ديما بحال ما هكا داوى مع راسي باش نعرف راسي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي الوسعيه ديال القشابه. قبل ما نبدا يوتيوب كان ديجا القشابه عندي واسعه وما تنتخلقش بالهضره اولا المعيور لحقاش ديجا انا تنعير راسي. الا عرفتيني انت راني ديجا عير راسي بديك القاعده الاولى. دونك ديك الهضره اللي غادي تبقى تقولها نتايا انا ديجا قايلها لراسي ما عندها حتى شي معنى. ومن بعد ما دخلت اليوتيوب وداز واحد الوقت بدا كيجيني كريتيك اللي مقدر يفلس منه حتى شي واحد ضروري غادي تكريتيكا. وديك الساعه لقيت راسي بلي انا ديجا كنكريتيكي راسي وبلي داكشي ما اثرش فيا وما خلاني نحبس في والو. تخيل معايا انه نتايا كدير 3 ايام كتقلب على شي سوجي ومن بعد كنحاول نرتبو بالطريقه ديال الشرح ديالي انايا وكنصورو كندير فيه 3 ايام اخرى ديال المونتاج وكنلوحو وكتجي كتلقى واحد معيرك. طبيعه الحال الواحد اللي قشابته ماشي واسعه غادي تاثر فيها القضيه هذه بزاف وغادي يحبس يوتيوب خصوصا البنات لحقاش يكونوا شويه سونسيبل تيلقاو شي معيوره في الكومنتس لتحت صافي ما كيديهمش الناس. تي خصك تعرف باللي راه واحد 97% ديال الناس كيتفرجوا فيك ومأيدينك وما تيهضروش ما تيقولوهاش ليك تيبقاو غير من بعيد كيتفرجوا فيك. وديك 3% اللي بقات هما اللي كيتفرجوا فيك كيبينوا ليك باللي راه ما حاملينكش وكيكومونطيو ليك وانت كتركز مع هادوك وكتنسى كاع الناس اللي كيتفرجوا فيك ومأيدينك. سوديها في الناس اللي مأيدينك والناس اللي كيكريتيكيو ضحك عليهم ولا ضحك معاهم. المهم وسع قشابتك وما ديهاش فيه. حندوز دابا الفقره 2 واللي هي من بعد ما بديت يوتيوب شنو وقع ليا وشنو الصعوبات اللي لقيت. ملي بديت يوتيوب وقعت في المشكل اللي كيوقع فيه كاع الناس واللي هو بطبيعه الحال الصعوبيه ديال الهضره قدام الكاميرا. في الاول ملي بديت يوتيوب كنت معول على ان غادي نبقى ندير غير لي زيكزيرسيس بحال ما هكاك وغادي نحطهم بلا ما نهضر انايا وغادي نبقى نلبس ديك القبيه الكحله وغادي ندير القب باش نبان هاكر باش كلشي يبقى يتسنى الصوت ديالي امتى غادي يخرج. ما عرفتش شنو كان واقع ليا حتى فكرت بهالطريقه هذه. حتى جا واحد النهار اللي قال لي راسي خاصني ندوي قدام الكاميرا وباش اللغه العربيه. جيتني شان ورقصت للسطاج الكبير وبغيت نهضر بلغه اللي ماشي اللغه ديالي وانا مازال ما موالفش على الكاميرا. وكان الفيديو هو هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو سنشاهد التمارين منزليه يمكن وسيكون هناك تحسن باذن الله. شو ملي ساليت بديت غادي فرحان بحال شي واحد اللي يلاه عرض على الاستاذ ديالو شي نص اللي كان عاطيه ليهم يحفظو. لحقاش كانت هذه هي سادس محاوله ليا وانا تنحاول نقول هذه الجمله هذه وكتكون واحد. يوتيوب ما بغاتش هادشي لحقاش هادشي هذا كيتسمى تصنع. في الاول ملي كنت كنوقف قدام الكاميرا كنت كنبقى مركز على ان وجهي خاصو يبان زوين قدام الكاميرا وكنسى الهضره ديالي وكنسى الشخصيه ديالي. دونك الدماغ ديالي كان كيبقى مركز مع وجهي وكينسى شنو خاصو يقول وكيفاش خاصو يوصلها. وطبيعي الحال انا كانسان عندي دماغ بطبيعي الحال الدماغ ديالي كيتطور مع مرور الوقت وكيبقى يتاقلم مع الاجواء. وملي شفت راسي كانت عندي هذه المشكله هذه في الاول ديال انه كنبقى مركز مع وجهي وكنسى المحتوى ديالي ديك الساعه كنت كنتفرج فواحد جوج ديال اليوتيوبرز اللي نفعوني بزاف. دابا الاغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا غيسحب ليهم بلي الانسبيراسيون ديالي من هادشي هذا اللي كندير جاي من الناس ديال لونطريمون. ولكن لا سبق ليا وريتكم جيريمي بوينديا. ولكن جيريمي بوينديا كيبان ليا انسبيراسيون كواحد عنده واحد الجسد مثالي اللي انا باغي نوصل لواحد بحاله. ولكن يوتيوب حاجه بوحدها. بالنسبه ليوتيوب انا ما كنت انسبيرا من حتى شي واحد اللي كيدير دومين ديال الميسكولاسيون اولا ديال الفيتنس وانما كنت انسبيرا من الناس ديال الكوميديا. دري الاول هو لوغان بول والثانيه هي لايزا كوش. هاد الجوج هادو تبعتهم من الاول ديالهم ومن اول نهار شفتهم كنت حاس باللي فيهم شي حاجه مميزه وباللي راه ماشي بحال اليوتيوبرز الاخرين. وسبحان الله دابا هما ثاني اسرع لاشين اللي طالعين في يوتيوب دابا في العالم كامل. ملي كنت كنتفرج فيهم كيبانوا لي الفيديو كامل وهما كيعوجوا في الوجه ديالهم وكيتمرمدوا في الارض وكيديروا غير المصائب. ومع ذلك كنت كنقول في راسي علاش هادو ما كيبانوش لي خايبين انا اللي تنحاول نبان مزيان تنبان خايب وهما اللي كيتكرفصوا على ريوسهم تيبانوا مزيان وعادش كيكبروا ليا في عيني انايا وعادش كيبانوا ليا باللي راه واعري. ايوا وهنايا هو يقول لي الدماغ ديالي يتا قول لي يتا واش مكلخ مبغيتيش تفهم البلاط. راه خاصك تكون على طبيعتك قدام الكاميرا وما تسوق لحتى شي واحد الا بغيتي بنادم يتبع. انا فهمت باللي الا عطيتي لبنادم الشخصيه ديالك قدام الكاميرا وكنتي نتايا كيف ما داير في الواقع هنا بنادم غادي يتبعك نتايا ابار داكشي اللي كتقول عادش غادي يتبع داكشي اللي كتقول. ومن تماك ما بقيتش كنتسوق لراسي ولا كيفاش كنبان قدام الكاميرا كنحط تليفون كنبدا
كنبدا فيديو كنمشي كامونطيه كنلوحو ما شغليش في الناس شنو غادي يفكروا فيا. المهم هو المحتوى ديالي وداكشي اللي غادي نقول. هنايا تيطبق البلان ديال اللي زين زين واللي ما زينش وعطى طبيعته الناس والشخصيه ديالو حتى هو غادي يولي زين. ثاني حاجه طحت فيها من بعد ما بديت يوتيوب وحليت هاد المشاكل هادو اللي قلتهم لكم دابا قبل هو انه كنت كنبغي ندير فيديو تلقائي كنجي كنحط تليفون كنقول الموضوع اللي عندي واش نحاول نثبت راسي باللي راني انسان اللي عندي في دماغي وباللي راني نقدر نقول كلشي قدام الكاميرا بلا ما نحتاج نوجد لا ما نحتاج ندير حتى شي حاجه. وكان هذا بالنسبه ليا غلط. كنت كنجي كنحط تليفون وكنبدا داوي كنقول الموضوع كامل بحال هذا الفيديو هذا ديال جاني القمح وبحال هذا الفيديو هذا ديال برنامج ديال 25 درهم. من المشاكل اللي كطحت فيهم من بعد ما درت هاد الفيديوهات هادو هو انه كنت كننسى بزاف ديال الحوايج. ملي كنت كنسى لي فيديو اللي كنديرو انا مباشره وكنجي نشوفو في الاخر في المونتاج كنلقى راسي نسيت بزاف ديال الحوايج اللي كنت باغي نقولهم وما قلتهم. ثاني حاجه هي انه ملي كنت كندير الفيديو كان كيجي طويل بزاف لحقاش بزاف ديال الافكار تبقى نعاودهم. ثالث حاجه كان كيجي داكشي عشوائي بحال الا تلاقيتي معايا في الزنقه ودويش معاك. صافي من بعد قلت في راسي اش كترجع عبدي الله وديك الشخصيه ديال الكريتيك اللي قلتها لكم في الاول قالت لي بلي هادشي هذا اللي كدير راه غير دبيز. من تما طاحت عليا ليدي ديال ان الفيديو خاصني نصغرو قد ما كان ونعطي فيه المفيد قد ما كان ما قل وذل. ومن تما وليت كنريح قبل كل فيديو كنبريباريه مزيان وكنوجد الافكار الاساسيه كنحطهم على ورقه وكنجي قبل كل فيديو كنحطهم قدامي وعادش كندير الفيديو. ومن بعد ما كنقاد الافكار مزيان كنعاود نقراهم وكنضرب على اي حاجه معاوده باش داكشي يكون صغير قد ما كان. وكنحاول تقريبا ما بين كل دقيقه اولا ما بين كل جوج دقائق ندخل شي نوطه ديال الضحك باش نقدر نتلفكم شويه على الشرح وتضحكوا ابار الاستفاده. يعني هادشي اللي كندير دابا والضحك اللي كندخلو راه ماشي عشوائي وانما كندوز تقريبا النهار وانا كنبريباري فيهم باش يقدر يجيو بحال ما هكا. دابا ملي كنجي نشوف مثلا الفيديو ديال جاني القام اولا الفيديو ديال بروغرام 25 درهم كيبان لي بلي داك الفيديو اللي فيه دابا مع 18 دقيقه كنت نقدر نديرو غير في 5 دقائق كل بريباريشن. وهذا مشكل كنت طحت فيه في الاول ولكن دابا بقيت غادي نطيح. وحيت هذا الفيديو ديال 100 كا غادي ندوي معكم فيه نيشان وغادي نقول لكم النصائح اللي دزت منهم بحال الا مريحين معايا في شي قهوه. صوم من بعد ما بديت يوتيوب ودازت واحد المده وليت كنتجنب التصنع وليت كنعطي الناس الشخصيه ديالي. هذه اول حاجه. وثاني حاجه هي انه وليت كنبريباري لا فيديو ديالي يعني وليت كندير داكشي شويه مدروس. ثالث حاجه وهي انها من الصغر ديالي ما كنتش كنعول على حتى شي واحد ما كنتش كنعول على ان ندير حتى شي كولابوراسيون باش شي واحد يطلعني وما كنتش كنمشي لي كومونتير ديال الناس اللي واصلين في يوتيوب كنبدا نقول لهم تبادل الاشتراكات باش نحاول ندخل بيبليك عندي. وانما كنت معول على ان نهار غادي نبدا هادشي غادي يجيو عندي الناس وغادي نوصل انا لواحد النيفو وبنادم اللي غادي يولي يبغي يدير معايا لي كولابوراسيون ماشي انا اللي غادي نمشي نقولها ليه. واخا ماشي عيب ولكن انا عندي هاد العقليه هادي وماشي عجبني نركز على حتى شي واحد اخر ولا نحاول ندخل في دوك النقاشات ديال دير معايا فيديو او لا بارطاجي ليا لا باج ديالي. هاد العقليه هادي حتى هي خاصك باش تقدر تمشي مزيان في يوتيوب. الا وصلتوا لهاد الشيء هذا اللي قلت لكم دابا كونوا على يقين كونوا على يقين باللي راكم غادي توصلوا للنيفو اللي واصل لي انا بعدا دابا 100 كا غادي تجيكم سهله باش تقدروا توصلوا لها. وفي هاد اللحظه هادي بالضبط غادي نديكم تشوفوا الاناليتيك اللي عندي في الشان يوتيوب ديالي باش تقدروا تفهموا بزاف ديال الحوايج اللي عمرني قلتهم لكم في الشان دابا. دونك غادي نمشي على البيسي وغادي نحط الكاميرا تماك. 94% ديال السبسكرايبرز ديالي كلهم دراري و5.5% دريات. ولكن ما تنساوش باللي راه 5.5 ديال 100000 راه هي 5500 دريه. ولي دخلت باش نشوف الاعمار اللي كيتفرجوا فيها غادي نلقى واحد الحاجه اللي بالنسبه ليا مهم. 57% ديال لي زابوني اللي كيتفرجوا فيا كلهم الاعمار ديالهم تتراوح ما بين 18 حتى 24 عام. وهذا الشيء هذا بالنسبه ليا كيعني واحد الحاجه ما غاديش نقول لكم علاش لحقاش الدراري اللي تحت من 18 عام يقدروا يتقلقوا عليا وانا حاشا ملي كانت عندي قبل 18 عام والله حتى كانت معقلي كنت تقريبا بحال دابا. ولكن بالنسبه ليا لو في ديال انك تفرجوا فيا الناس بزاف من 18 حتى 24 عام هذا الشيء هذا بالنسبه ليا كيعني بزاف ديال الحوايج وكنحمد الله وكنشكروا على هذه القضيه. الناس من 25 عام حتى 34 عام كيشكلوا 22% من الشين ديالي هما ثاني اكبر نسبه كبيره من بعد الناس ديال 18 حتى 24 عام. وهذا الشيء هذا كيعني ليا عاوتاني بزاف ديال الحوايج وهي انه تنقدر نفيد حتى الناس اللي كبر مني وكنحاول ندير واحد الكونتين اللي كيوفق ما بين الناس اللي قدي واللي صغر مني وما بين الناس الكبار وكيرتاح فيه كلشي. وما حد يجبد الناس اللي كبر مني ربما بعض المرات كندخل شي نوطاج في الفيديوهات ديالي اللي نورمالمون ما خاصنيش ندخلهم ولكن الدراري اللي قدي والجينيراسيون اللي صغر مني وكبر مني بشويه بالنسبه لينا حنا هانيه. دونك الا كنتي كتفرج فيا شي نهار وشي درت شي نوطه اللي شويه ماشي هي هذيك
وحشمتك حدا والديك اولا كنتي كتفرج فيا مع المدام ديالك اولا مع باك وشي شي نوطا وحشماتك اسمحوا لي راني كنحاول ندير الماكس ديالي باش نكون محايد ما بين كاع الفئات العمريه. 15% من السبسكرايبرز ديالي كاينين ما بين 13 و17 عام وهاد الفئه هذه صراحه حتى هي مهمه وبغيت ندخل في الناس اللي كيتفرجوا فيها لحقاش هادو هما اكثر الناس اللي غادي تانسبيرو مني وغادي تموتيفاو باش انهم ياخذوا واحد الطريق اللي هي مزيانه واللي هي اللي خديتها انايا ملي كانت عندي 17 عام. حيت الاغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا فيك هما قدك اولا هما اكبر منك كيكونوا كيسمعوا ليك ولكن ما كيعطيوكش الماكسيموم كيف ما كيعطيوك الدراري الصغار لحقاش كتبان لهم انت اكبر منهم وكيستافدوا منك اكثر من الناس اللي كبار اللي كتبان لهم بلي انت صغير وربما ما يبغيش يسمع منك. رابع اكبر نسبه هي من 35 حتى 44 عام ب 3.4 وعادش من 45 54 1.8 0.6 بالنسبه ل 55 عام حتى 64 65 عام بلس بلس عندهم 0.9 من الشين ديالي. دونك تحيه لكاع الناس هادو اللي كيتفرجوا فيا. دابا غادي نشوفوا الدول اللي كيتفرجوا فيا. ياتي المغرب بلادي بواحد النسبه اللي هي كاسحه واللي هي 89%. عادش من بعد كتجي الجيري ب 4.2%. تحيه لكاع الناس ديال الجيري اللي كيتفرجوا فيا راني كنشوف. كتجي من بعد فرنسا بالنسبه ديال 1.8% راني كنشوفكم الناس ديال الغربه تحيه لكم كاملين. عادش اسبانيا المانيا ايطاليا اوكرانيا. عادش من بعد كتجي الايطازوني الله يكثر من امثالكم. عادش كتجي من بعد تونس الامارات بلجيكا روسيا العربيه السعوديه رويوم يوني ما عرفتيش كندا بيبا ايجيبت العراق قطر السويد. سو هذا مكان غادي نرجع الكاميرا ليه وغادي ندير لكم الخاتمه. هذا بغيت ندوي شويه مع الناس اللي كيكريتيكيو وهذه اخر مره غادي نهضر مع هذا النوع ديال الناس. غادي نحاول نلوح لكم غير واحد النوطاج باش ربما الله يعفو عليكم وديروا عقلكم. ملي كنت انا يلاه بادي مثلا ما كان حتى شي واحد مدافيه ولكن من الشان بدات غادي طالع بدات كتفوت ديك 60000 ابوني. تعرفت في يوتيوب مزيان في هذا المجال هذا ديال الميسكولاسيون كيخرجوا بعض المرات دوك الانواع اللي تيقولوا باللي كاينين الناس واصلين في هذا الميدان هذا وما كيديروش فيديوهات وما كيبانوش وانتوما اللي يلاه طالعين باركين تديروا لنا هذه الفضيحه هذه ودايرين راسكم كتفهموا دومين هذا. ومن هذا المنبر هذا بغيت ندوي معاك على اساس ان عندك عقل وغادي تحاول تفهم هذا اللي غادي نقول لكم دابا. راه ما يمكنش واحد اللي كيدير الدومين ديال كمال الاجسام يقدر يوفق ما بين الفيديوهات وما بين داك المجال ديالو. اغلبيه ديال الناس صحاب يوتيوب كتلقاهم كيسهروا بزاف لحقاش اغلبيه ديال الناس اللي كيديروا المونتاج كيعجبهم المونتاج بالليل حتى تكون القضيه كالم ديك الساعه وتا شي واحد ما كيبرزطهم والمونتاج كيبغي التركيز مزيان. ثاني حاجه كاع الناس كاع الناس كاع الناس تقريبا اللي كيديروا الدومين ديال الميسكولاسيون 90% ديالهم الا ما قلتش واحد 95% ديالهم كلهم تلقاهم ما عندهمش مع البيسي وداكشي ديالو. باش تقول لي غتجيب واحد اللي كيدير البادي بيلدينغ وغادي يريح لك في بيسي وغادي يبقى مونطير لك فيديو فيه 3 ايام راه امبوسيبل هاد القضيه هذه. واللي كيديروا كمال الاجسام الاغلبيه باش تكونش عندهم ديك الروح ديال انه راه يوصل لي زيدي للناس الاخرين. يعني كنتي باغي دير كمال الاجسام تقاد لي روبا ديالك وتنعس بكري وتبقى مرتاح كاع ما مستريسي هاد القضيه هذه راه ما يمكنش لك تي يوتيوب. انا ملي كنتعطل عليكم مثلا وكناخذ واحد من ديال الراحه كتزاد فيا واحد 2 كيلو ولا كيلو انفو كنرجع للفيديوهات العقل ديالي كيتستريسا مع الافكار وكنولي نسهر بالليل والماكله ديالي كتنقص لحقاش وانا كنمونطي كتسد لي شويه الشهيه صافي كنعاود نطيح واحد 2 كيلو حتى كنلو حداك الفيديو وكنعاود نرجع نرتاح شويه عادش كنعاود نرجع للكيلوات اللي كانوا فيا قبل. يعني اخويا بلاص ما تحاول تبقى تكريتيكي الناس اللي كيديروا هادشي هذا حاول تضرب حسبال ديك الثمانيه اللي كيضربوها باش يقدر يلو حداك الفيديو وانتيا كتجيك تشوفوا باه. والا ما تقتيش بالهضره ديالي سير عند واحد اللي كيدير كمال هادوك اللي قلتي واصلين وما كيديروش وعطيه البيسي وقول ليه هاكا مونطي لي اخويا فيديو وغادي يبقى غير يشوف فيك. ولا كان كيعرف لي باز ديال المونتاج ميمكنش ليه يبقى مع الفيديو سهران اولا يضرب 3 ايام وهو صابر على داك الفيديو يضرب فيه واحد نص ساعه يقول لك حيد عليا هاد الزبل هذا. دونك ميمكنش تحصل اخويا على واحد الخلاطه ما بين واحد كيدير كمال الاجسام والضابط وما بين واحد كيخدم في يوتيوب. انا كما قلت لكم تجربه شخصيه ملي كندخل هاد المجال هذا ديال يوتيوب كنضحي بزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقه بالميسكولاسيون وشوفوا غير تحت عيني راه غادي يبان لكم بلي راني كنسهر بزاف مع هادشي. سو اخويا حاول تستفد من الفيديوهات بلاص ما تحاول تقلب على شي حاجه تكريتيكي منها. ولا كنتو نتوما واصلين وحسن منا ديروا داشير وفيدونا والله حتى انا نتفرج فيكم الا كنتو كتفيدوني وندير ابوني ونلوح لكم لي فيديو ديالكم حتى في الشين ديالي باش تطلعوا وتفوجوني ان شاء الله. وفي الاخر ديال هذا الفيديو خاصني نشكر الدراري اللي وقفوا معايا واللي عندهم دور كبير باش طلعت لي الشين ديالي. واول واحد كان فيهم هو زيكم واقي اللي كان كيخلي عندي تليفون. تحيه ليك اخويا راك عزيز. تحيه لخويا محسن تابيتي اللي كان حتى هو كيخلي عندي التليفون ديالو في الاول ديالي ملي كنت يلا عبديت. تحيه لخويا الدكتور سعيد اللي ديما 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 كنتناقش معاه في المواضيع اللي كنبغي نديرهم باش ناكد المعلومات ويعطيني حوايج جداد. وتقريبا 70% 80% ديال المواضيع اللي كنلوحهم تكون عنده دور كبير فيهم. دونك حتى هو راه مشارك معايا في هذا الشيء هذه. تحيه ليك اخويا سعيد راك عزيز. وتحيه لخويا طه
غاديش نكمل الكنيه. ديما كيفيدني بلي تيت ديال لي فيديو الا كنت غادي مسافر ولا شي حاجه كيوقف معايا. تحيه لخويا والمناجر ديالي شان اسامه الفكاكي، ديما كيتحرك معايا فيما كتكون عندي شي سفيره، دائما تيبقى وراء القضبان وكيفيدني بزاف ديال الحوايج اللي وصلوني لهاد البلاصه هادي. واخيرا واخيرا غادي نشكركم نتوما ديما كتوقفوا معايا، وبلا بكم نتوما ما كنت غادي نوصل انا لوالو. 100K ديالنا حنا كاملين، ومازال ان شاء الله غادي نكبروا هاد الفاميله هادي وغادي نطلعوا النيفو ديال بصح، وغادي نزيد مازال نعرف العيوب ديالي واللي راني ديجا عارف منهم بزاف. والعيب الاول ديالي اللي عندي في الشين ديالي دابا هو ان كنتعطل بزاف وعندي هاد القضيه ديال العجز، غادي نحاول نخدم عليه دابا. ما حدي دخلش في 2018، ما حدي دخلش بعدا في 100K، اول حاجه غادي نحاول نصلحها. وان شاء الله ان شاء الله عقلوا على هاد الهضره اللي تنقول، هاد الشين هادي غادي تولي مليونيه ان شاء الله. المهم الدراري والدريات غادي نخبر عليكم هاد الايام لحقاش كنحاول نبريباري هادشي هذا كاع اللي قلتو لكم ان شاء الله، باش نبدا واحد الصفحه جديده اللي غادي يكون فيها نيفو اخر، وما غاديش نبقى داوي بزاف، وانما هادشي هذا غنبينوا لكم فيديوهات الهضره دابا مع ديما ندير بها. شكرا بزاف عاوتاني لحقاش نتوما اللي وصلتوني لهاد البلاصه هادي اللي واصل لها انا دابا. كان هذا هو لا فيديو، الى عجبكم رايو اول نو وات تو دو، نشوفو في لا فيديو جديد.